تبي قناة شوف تي في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم السعيد أينما كنتم، داخل خارج أرض الوطن، فمرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي كان نقل لكم دائما من مدينة فونخيرولا بإسبانيا. طبعا الحال أجواء هنا غير عادية، أجواء سياحية طبعا الحال شبه منعدمة، وقليل من المواطنين والمواطنات اللي متخذين طبعا الحال هذه الأمور طبعا الحال بشكل سياحي، كيجيو أنهم يقضوا العطلة ديالهم هنا في هذه المنطقة. لكن فونخيرولا كما كانت في السابق ليس هي فونخيرولا انت حال الأثناء هذه، فالعديد من المواطنين والمواطنات طبعا الحال كل واحد مشى للمكان ديالو ومشى للجهة اللي تيقطن فيها. طبعا الحال السياحة في العالم وليس بمدينة فونخيرولا فقط، فالسياحة تضررت بشكل كبير جدا. متتبعي قناة شوف تي في، سي رشيد حنا دائما فونخيرولا في إسبانيا، ربي يحميكم ويحفظكم. شكرا فتيحة، شكرا بارك الله فيك أختي، وشكرا لكم جميعا متتبعي قناة شوف تي في على التتبع ديالكم الدائم لكل ما ننشره سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. إذن هكذا تبدو شوارع المدينة اللي كانت كتشهد واحد بطبعة الحال متتبعي قناة شوف تي في واحد الإقبال كبير، إقبال كبير ديال السياح إلى غير ذلك. لكن تحول العالم بسبب هذا الفيروس طبعا الحال إلى يعني ما كاينش إقبال فيما يخص هذه الأمور ديال السياحة في هذه المدينة أو في مختلف مدن إسبانيا أو مختلف العالم، حتى مراكش أكادير والشاون ومجموعة أصيلة إلى غير ذلك تضرروا من هذا الكوفيد هذا. ونفس الشيء هنا، يعني العالم كله متضرر من هذا الفيروس طبعا الحال القاتل. أتمنى إن شاء الله أنه الله سبحانه وتعالى يبعد علينا هذا الوباء هذا باش تعود الحياة كما كانت عليه في السابق، وتعود الحيوية ويعود النشاط ويعود يعني الحركة كما كانت عليه في القبل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا هذا الوباء لتعود الحياة إلى ما كانت عليه في السابق. فغادي نحاولوا اليوم أننا نزوروا مجموعة من المناطق هنايا، كذلك نمشيو بكم مجموعة من المناطق اللي تقدروا أنكم تكتشفوها خاصة في الرحلات ديالكم المقبلة. غادي نمشيو لبعض الأسواق هنايا ديال الخضر، نمشيو بعض الأسواق هنا اللي كتبيع مجموعة من الأشياء، نعرفكم أكثر. اذا كما قلت لكم متتبعي قناه شوف تي في، حتى المقاهي ما بقاتش كتشهد واحد الاقبال كبير، لان الناس متخوفه من هذا الفيروس هذا، وبالتالي الاغلبيه تفضل انه يبقى في المنزل ديالو، خاصه الناس الكبار، الناس ديال التقاعد الى غير ذلك، فهما اللي تيكونسوميو، هما اللي تيستهلكو، هما اللي تيخرجو العائلات ديالهم، وما تيقبلوش انهم يبقاو في الديور. لكن في زمن الكوفيد تحولت الاشياء، خويا عبد الله يمكن راك غلط شويه، نجيح يمكن راك غلط شويه وما عارفش هاد المدينه، على داك الشيء درت هذاك التعليق. فمدينة فونخيرولا لا تعرف ليل ولا نهار ولا صباح، 24 ساعة هذه المدينة كتبقى فايقة. فقلب عليها في وشوف مزيان باش تعرف هذه المدينة اللي كنهضروا عليها. فمدينة لا تنام، مدينة سياحية بامتياز،
حولها هذا الفيروس الى حتى هاد المقاهي اللي سادين اخي عبد الله، حتى هاد المقاهي اللي سادين حتى هما مازال ما فاقوش، فما يمكنش. فكاين الازمه وهاد المقاهي اللي سادين حتى هما مازال ما فاقوش. فاش نحاولوا نديروا شي تعليق، نعاولوا نعرفوا شنو كنقولوا، نعرفوا شنو كنديروا، نعرفوا الاول فين غادي نعلقوه ولمن غادي نعلقوه، نعرفوا الموضوع اولا. فالفيروس حول هذه المدينه الى طبعات الحال ما كنقولوش قتلها، وانما باقي فيها النبض، باقي بعض المرافق اللي خدامه والحمد لله. لكن انا اتحدث هنا عن الجانب السياحي، الجانب السياحي والمشاريع اللي كنخدموا على السياحه، بحال الريستورون، بحال لي كافيه، بحال المسائل، هادو هما المدن مجموعة من المغربيات والمغاربة اللي طبعا الحال متبعيننا وعارفين فين خير ولا مزيان، وعارفين المنطقة شنو كتعني بالخصوص. فمتتبعي قناة شوف تيفي، الأجواء هنا أجواء غير عادية، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يفرج على هذه المدينة وعلى المملكة المغربية وعلى جميع العالم، باش تعود ديك الحركية للبشرية وللإنسان، لأن الإنسان بطبعه تبغي يتحرك، تبغي مجموعة من الأشياء. فهكذا تبدو الأجواء هنا بهذه المدينة الساحلية. إن شاء الله غادي نجيو لفرنسا ونجيو مجموعة من الدول إن شاء الله. خلي غير يتحركوا شوية، خلي غير يتحركوا شوية، هاد ينقص شوية هاد الفيروس هذا، منقدروش نجيو عاوتاني يقول لك سير دير التحاليل راه فيك كورونا، واخا ما فيك حتى شي حاجه يقول لك لا سير اخويا دير التحليل ديالك وسير دير المسائل ديالك وبقى في الدار 14 يوم، وحنا ما فينا ما نبقاو في الدار 14 يوم غير ذلك. تحيه لناس مدريد، تحيه لمجموعه من الاخوان اللي دائما متبعينا في هذا البث المباشر، في هاد المقاهي في الصباح اللي كدير تشورو، اللي كدير مجموعه من الاشياء كتكون عامره بزاف بزاف بزاف. فاليوم غنتقلوا بكم لواحد المكان اخر. نشكركم بزاف على التتبع ديالكم، طلينا عليكم، صدعناكم شويه في هذا الصباح هذا، دمتم في رعايه الله. تحيه لخوتي المغاربه، تحيه لجميع مغاربه العالم، وتحيه احنا دائما معكم قناه شوف تيفي من مختلف دول اوروبا. دمتم في رعايه الله، شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.